لله نحمده ونستعينه ونستغفره السلام عليكم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الكريم نحييكم بتحية الإسلام فنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعود إن شاء الله بعد استطاعي قد قال يعني وصل الأسبوعين من آخر درس في درس العقيدة وهو كتاب أصول السنة لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أبي عبد الله جزاكم الله خيرا أحمد ابن حمد رحمه الله ووقفنا في الدرس الماضي عند الأصل 26 هو قول الإمام رحمه الله قد أكملنا هذا الأصل we finished this 26 fundamental والأصل هذا هو قول الإمام ومن ترك الصلاة فقد كفر وليس من أعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة we talked about this وحكم تارك الصلاة في الإسلام وما أشبه ذلك التفصيل المثل الطويل وننتقل اليوم إن شاء الله to the 27th fundamental الأصل 27 وهو خير هذه الأمة معك المثل يا شيخ؟ معك الأصل 27 فقط يعني؟ اقرأ 27 والـ28 والـ29 والـ30 نعم لكن اقرأ واحد إن شاء الله وخير هذه الأمة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك الآن الكلام صار في مسألة الصحابة وحب الصحابة فإن حب الصحابة من الإيمان Now we're talking about loving the companions and loving the companions is a level of إيمان شعبة من شعب الإيمان وقد تقدم في أحاديث المضت ودروس المضت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان بضع وسبعون شعبة That إيمان is 70 plus different levels أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق And the lowest one is removing harm from the path of the believers والحياء شعبة من الإيمان and modesty is a level of إيمان So that brings us, he mentioned three now There is 70 more pretty much شعبة الإيمان منها حب الصحابة وفي حب الصحابة when it comes to loving the companions معروف لدى أهل السنة والجماعة أننا نحب المهاجرين قبل الأنصار From the Sahaba, نفضل ونحب المهاجرين the ones who migrated to Medina before the Ansar. ثم الأنصار. ثم بعد الأنصار أهل بيعة الرضوان وأهل بيعة الشجرة وأهل بدر إلى آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم he mentioned talking about the Ansar قال لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. The Ansar, the only person who loves the Ansar is a believer. And the only one that hates or dislikes the Ansar is a منافق, a hypocrite. فإذا كان المهاجرون مقدمون على الأنصار, that the مهاجرين are before the Ansar and we put them in a higher rank, then يبقى نفس الحكم ينطبق على المهاجرين ذات لا يحب المهاجرين إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق that even the مهاجرين the only ones that love them are مؤمنين
And the ones that dislike them or hate them are the munafiqeen. ويدخل في ذلك جميع الصحابة على الإطلاق. Every single companion, whether he's from Muhajir or Ansar, we have to love them. ومن تكلم فيهم بسوء فهذه خصلة من خصال النفاق. It is a sign of nifaq. لماذا قلنا أن خصلة من خصال النفاق ولم نقول أنه منافق؟ ما من الأصل هو أنه منافق، لكن إذا كان معين شخص معين an individual that says so, but we cannot call him a منافق unless the four conditions that we mentioned previously of تكفير and calling a person منافق وتفسيق وتبديع apply. ففي المهاجرين والأنصار الله سبحانه وتعالى تكلم عنهم وأثنى عليهم في آيات كثيرة. He praised in many ayats. He praised the Sahaba generally saying, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. And Allah mentions the قبل الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة رضي الله عنهم وسماهم مؤمنين. سماهم مؤمنين. Then of course, when it comes to رضا الصحابة, that Allah is pleased with them, كما أن الله سبحانه وتعالى قدم بعض الرسل على بعض وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. That even the prophets Allah chose some over the others and loved some over the others, as the list goes. Ibrahim alayhi salam, Nabi alayhi salam, then Ibrahim alayhi salam, then Musa, then Isa, then Dawood, which are, then Nuh, which are Ulul Azmi min al-Rusul, the five top prophets and messengers. And of course, after Nuh comes Dawood, which is a messenger of Allah Azza wa Jal. Then Baqiyat al-Anbiya wa tartib, tartibhum al-ilm عند Allah Azza wa Jal. When it comes to the Sahaba, أيضا فضل الله عز وجل بعضهم على بعض. فالله سبحانه رفع بعضهم درجات. Chose some over the other. When we mentioned that, the Muhajirin came first. And Allah سبحانه called them the Sadiqun. And called the Sadiqun, السابقون. أولئك المقربون. في جنات النعيم كل من أول وقليل من الآخرين. في سورة الحشر الله سبحانه وتعالى when he talks about the مهاجرين قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. إن الآية ما عرفت بطريقة سيئة على الأنصار والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فسمى الله سبحانه وتعالى المهاجرين الصادقون وسمى الأنصار المفلحون. وهذه القصة عجيبة لها قصة أثر عجيب ذات أبي بكر الصديق وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم when the Prophet صلى الله عليه وسلم passed away the صحابة وخاصة الأنصار the أنصار they gathered together in a place called سقيفة بني ساعدة. سقيفة بني ساعدة a place where they gathered it's like the أنصار club if you like to call it that and not club as in club but a club can be a place where people meet and hang out. But the Ansar had a place called Saqif al-Bani Sa'idah. And they gathered and they said, who's going to be the next Khalifa, the next Amir? Fasa'ad ibn Ubadah was amongst the group was from the Ansar, طبعاً. Sa'ad ibn Ubadah was from the Ansar. فهي heard the Ansar saying, قالوا, منا أمير, أي نحن من الأنصار, we should have an Amir. ومنهم أمير, أي من المهاجرين. There should be two Amirs. هذا لا يبقى. It just cannot happen. Ruling two places, two rulers in one place, will never ever go successful. So even Allah Subhanahu talks about
صوت المؤمنون لو كان فيهما لو كان في صورة الأنبياء الأنبياء ولو كان لو كان في لا صوت المؤمنون لصوت المؤمنون قال الله عز وجل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. يعني سبحان الله leadership was always meant to be for one person. And that person you choose the wisest person وأفقه القوم وأعلم القوم and someone with يعني the most experience. Age has nothing to do with this. The most experience. Why? Because the famous example that we all know and use of Zayd ibn Thabit, Usama ibn Zayd, 17 years old, leads an army that has Abu Bakr and Umar, Uthman and Ali behind him, and Khalid ibn Walid. But he is leader of that army. Why? Because he had certain experience in the battlefield, the Prophet chose him to lead. فذا أنصار قالوا منا أمير ومنهم أمير. سعد بن عبادة did not like this. He went and told عمر بن الخطاب. Why? Because Abu Bakr was alive and Umar was alive. But why did he choose Umar? Because Umar was very firm. And the Sahaba feared عمر بن الخطاب. Abu Bakr كان طيب. And each person had his own صفات. فأبو بكر الصديق was tough when matters required to be tough, and was soft when matters required to be soft. وهكذا عمر أيضا. He was tough on matters and was soft on other matters. He called Umar to Umar to the people that discussing the leadership and the new candidates from the either of the parties. And you know, first and foremost, we believe that I believe that it's too early to discuss. The Prophet just passed away. And that's just Let us allow it to soak in that his death just happened. Umar ibn al-Khattab, he did not go and take a stick and go and beat the Ansar, but he knew that matters like this needed proper shura and consultation. And who was the most knowledgeable companion of all companions? Bil ittifaq. بإجماع الفقهاء ابن القيم says وقد أجمع العقلاء على أن أبي بكر الصديق كان أعلم الصحابة على الإطلاق. And then what did he say? قال وأن علمه لم يظهر إلا عند الحاجة. He was the most knowledgeable companion of all companions, even though there was فضائل مخصصة like أعلم الناس بالحلال والحرام معاذ بن جبل. أعلم الصحابة بالتفسير من؟ ابن عباس. بالفقه من؟ ها؟ لا بالفقه. عمر بن الخطاب. علينا بطالب كان في الفرائض. في الفرائض علينا بطالب. ففي الأحكام. نعم. ف بكر الصديق tops them all. But سبحان الله طيب السؤال why wasn't he his knowledge, why did he spread so much knowledge, why don't we have فتاوى أبو بكر. And you have أبو هريرة, he narrated 5,200 أحاديث from the Prophet عليه الصلاة والسلام. أبو بكر الصديق in the entire Sunnah روى فقط 126 حديث. The narrates 126 hadith. The ulama mentioned why? Because each companion had a specialty or a service that he offered. Khalid ibn Walid has about less than 10. But the reason was, what was Khalid busy doing? Saying, Allah, he must do it. Hatta mata, subhanAllah, mata ala firashihi, in his bed. And when on his deathbed, he was crying. And he said, and they asked him why he was crying. He said, because I wanted, my wish was to die on the battlefield.
And one of the Sahaba, let me exactly when I have to get the name, said, Ya Khalid, لقد سماك الله سيف الله. Allah's saif will never die in a battlefield. Allahu Akbar. It's true, Allah. These men talking about them, Allah, and you have no option, but your heart shakes and you just get. Amuman, Bukhari Siddiq, his service was the right hand man of the Prophet. He was always supporting the Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. ولهذا قال هنا أحمد بن حنبل قال وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق. فعمر went to أبو بكر and said, أبو بكر الأنصار are discussing X, Y, and Z. فأبو بكر said, عمر said, يعني should I call them to you? قال لا بل نذهب إليهم. We should go to them. And Nuqayn also said, this is from his fiqh. That we're two people, me and Omar. Why bring an entire group of Ansar, have all of them come to us, and agree all of them yani on a time? We're just two of us, we're late, let's go to them. He went to them, and Abu Bakr asked the Ansar, and Sa'd ibn Ubadah was amongst the Ansar. Faqala, Ya Sa'd. And Sa'd ibn Ubadah was Sayyidul Ansar, but was leader of the Ansar. Qala Ya Sa'd, Alam yaqul رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت جالس. Did the Prophet not say while you were there الإمارة من قريش, that the إمارة the خلفاء shall be from قريش؟ قال نعم. قال يا معشر الأنصار ومعشر الأنصار لقد سماكم الله المفلحين. الله قد يقول المفلحين as we mentioned the ayah. وسمانا الصادقين. And Allah called us the صادقين. And then he used this ayah, وَهَذَا مِنْ فِقْهِ أَبِي بَكْرِ عِلْمُهُ لَا يَظْهَرُ إِلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ. His knowledge only comes in the right time. This is Allah in Surah At-Tawbah says, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. And immediately Sa'd ibn Ubadah, he stood up and bayahu, accepted him as the new Khalifa. And then second person who did bay'ah was who? Ali ibn Abi Talib. هذا رد على الشيعة that said that Abu Bakr اقتصب الخلافة من علي. No, Ali ibn Abi Talib بايعه فيها في in this situation وبايعه afterwards twice. Ibn Hibban said that Ibn Hibban mentioned that Ali ibn Abi Talib بايع Abu Bakr twice. And when he was asked about this, قال رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا. The Prophet accepted him as our leader in our deen. What is he talking about? In leading the prayer. Muru Abu Bakr falyusalli linnas. When he was sick, Rashid and couldn't get up, and Aisha was telling him, what should we do? Qala Muru Abu Bakr falyusalli linnas. Aisha, she said in response, qalat Hasif. نعم. He cannot hold him, control himself when reciting the Quran, which was true. But Nabi Sallallahu Alaihi, he understood the concern of Aisha. Aisha, as Ibn Hajar mentioned, she didn't say that because that was the reason. She did not want the Sahaba to envy her father and have hate towards her father and say why Abu Bakr out of everybody else. She understood that matter. So she used that excuse. And what did he say to her? I can't remember the exact terminology. قال إن كنا لصوحي. I cannot pronounce the word. نعم. You can't even say it. Say it again. إن كنا لصوحي عباد يوسف. صوحي عباد. صوحي عباد. أعذروني. صوحي عباد. أنا تصغير صاحب. لا I know, but I have an issue for long. عموما, why? Because he was saying that pretty much, you know, you guys have other alternatives. Look at Umar that you're hiding. He knew exactly what she was referring to, but insisted. فعلي said, رضيه صلى الله عليه وسلم ليننا أفعل الله لدنيانا. If he trusted him with the biggest amana,
which is our deen. Why should we not trust him with our dunya? فقال so ahead. فقال هنا أحمد قال وخير هذه الأمة بعد نبيها البكر الصديق ثم عمر. وقول عمر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم when he mentioned طبعا أيضا back to البكر الصديق again is the بعض الإشارات اللي في السنة أحاديث كم من السنة telling us فضل أبو بكر الصديق. And one of those was a very famous hadith في السنن when a woman came to the Prophet صلى الله عليه وسلم تسأله حاجة. She wanted to ask him for something. Prophet told her, قال ائتيني من القابلة. Come to me back, come back next year. قالت لم أجدك. قال الراوي تعني الموت. What if you're not here? What if you died? قال تجدين أبا بكر. That was, as mentioned, Ibn al-Arabi al-Maliki, Ibn al-Arabi al-Maliki. There's a difference between Ibn al-Arabi al-Maliki, which is Sahib al-Sunnah, and there's Ibn al-Arabi. وصوفي كافر كفر العلماء كثير من العلماء وقال ما قال في أقوال الكفرية قال وما الكلب والخنزير إلا إله وما الله إلا راع في كنيسته وكثير من الأقوال سبحان الله. فعموما هذه أولى. أما عن عمر صلى الله عليه وسلم قال ايوه هذا فصل هذا الحديث ايضا في السنن. فصل قال والله ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل بعد الانبياء والمرسلين افضل من ابي بكر. The sun never came out and never sets. That means there hasn't been a day, is what he means. There hasn't been a day on this world where a man walked on this planet after the prophets and messengers that are better than Abu Siddiq. كل هذه الفضائل يا إخوان. يعني ابن القيم قال ما سبق أبو بكر الصديق الصحابة بكثرة صلاة ولا زكاة بكثرة صوم ولا صلاة. أبو بكر الصديق did not reach that level because of any good deed, يعني which an amount of deeds, because there were companions that you know gave more than him. He gave all his wealth. ما اختلفنا. But Uthman had more money. He gave more money. Some Sahaba prayed more than him. قال ولئنما شيء وقر في قلبي. And that is the yaqeen and the iman that he had. He's so يعني, scared. And says the Prophet, O Prophet of Allah, if only they looked at their feet, they would find us. في الغار. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. And he's automatically satisfied and convinced. He gives all of his wealth. ماذا ترك لأهلك يا أبا بكر? What do you leave for your family? تركت لهم الله ورسوله. يقين. عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي. أبي بكر وعمر. Follow those after me. And he mentioned قال أبي بكر وعمر مني بمنزلة السمع والبصر. السمع والبصر. That how close they are to me is like my ears and my eyes. And once the hadith where he grabbed Abu Bakr's hand with his right hand, and then Umar's hand with his left hand, قال هكذا ندخل الجنة. That's how us people are going to enter الجنة. وأخيرا حديث عبد الله بن مسعود المشهور وهو أيضا ذكره الشارح هنا ابن مسعود I believe if I remember it correctly. I believe it's Ibn Mas'ud, I remember it very, very clearly, where he said, كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم I am certain it's Ibn Mas'ud. عموما, I'll get to it in a second, somewhere in the sharh. Mas'ud said that we were in the time of the Prophet صلى الله عليه وسلم, فنتفاضلوا فنقولوا. And we would say who is the best amongst us. فنقول أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. So we all agreed that the top three candidates that were the best was Abu Bakr, then Umar, then Uthman. Then he said we wouldn't know who comes next. That's why here he mentioned Ibn Hanbal قال based on this hadith
قال وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان ثم عثمان بن عفان نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يختلفوا في ذلك. اقرأ 28. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر إلى حديث ابن عمر كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. ابن عمر هذا ابن مسعود فعفى الله عنه. طيب قال ثم بعد هؤلاء the three comes أصحاب الشورى وباتفاق رابع هذه الأمة من؟ علي بن أبي طالب. وهناك من السلف من قدم علي على عثمان. هذه مسألة يعني فيها اختلاف بسيط ولكن الراجح عند الفقهاء والعلماء أن عثمان لا عثمان comes before علي بن أبي طالب. قال أصحاب الشورى الخمسة which were علي بن أبي طالب وطلحة ابن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد ابن أبي وقاص. Those he said قال كلهم يصلح للخلافة. They are all qualified to be خلفاء الراشدين وكلهم إمام. They are all imams. ونذهب إلى ذلك ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر. And he says we base this based on what Ibn Umar mentioned. كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم. While the Prophet صلى الله عليه وسلم was alive. وأصحابه متوافرون means that they're alive. متوافرون أو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. قال ثم 29. ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأول. نعم. قوله هنا ثم بعد أصحاب الشورى أهل بدر نقول إضافة أن ما بقي من الثمانية الذي ذكرهم الإمام رحمه الله يبقى بقية العشر المبشرين بالجنة. هو ذكر مقدما قال نقدم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. قال ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة وهم علي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. من بقي؟ اثنان. من هم؟ أبو عبيدة بن الجراح عامر بن الجراح. و من هو العاشر؟ من هو العاشر المبشرين من الجنة؟ سعد وسعيد. من هو سعيد؟ سعيد من؟ سعيد بن سعيد بن زيد. طيب هؤلاء هم العشرة. بعد ذلك قال ثم من بعد أصحاب الشورى قال أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. After the tenth نقدم من المهاجرين من أهل بدر. And we said briefly earlier that دائما المهاجرين come before the أنصار. فأهل بدر كلهم طبعا الله سبحانه وتعالى رضي عن أهل بدر. And في الحديث الله سبحانه وتعالى mentions that افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم لأهل بدر. Do as you please, I have forgiven all of your sins. من المهاجرين first, then the Ansar, and then al-Hijra, those who migrated. And from the Muhajirin, even from the Muhajirin, who do we choose first? The ones who migrated first.
And then the ones who migrated afterwards and afterwards and so on. Qala, in the last fundamental, before we stop, the 30. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحاب. بعد هؤلاء أصحاب رسول الله. نعم مكسور عندي. ثم. أني مكسور؟ هذا صحيح طبعا ما أدري ليش أني مظلومة. أني صح. هؤلاء أصحاب رسول الله. لأن أصحابي ممكن يكون عطف بيان يعني بعد هؤلاء. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذي لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. This fundamental of the 30th one, I'm going to leave it for next class because it's very long. And fi tafsil. In the tafsil is we will talk about the ta'rif al-sahabi, who is considered a sahabi. And as you mentioned, this is one of the longest fundamentals actually in the kitab, the 30th one. فنقف عند هذا الحد إن شاء الله والأسبوع القادم نواصل عند الأصل 30 والحمد لله بقي لنا بعد هذا الأصل 20 أصل ونكمل الكتاب. نسأل الله سبحانه الإخلاص والتوفيق والصدق في ذلك وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن يزدنا علما إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.